حان وقت الطعام. صباح الخير أبي، انظروا إلى الحديقة، لن تصدق ما حدث، هناك من بعثر الأوراق التي جمعتها. لا، لقد اجتهدت في جمع هذه الأوراق. نعم. هل تعرف ما الذي بعثرها؟ حسنا، فكرت في الأمر ولا أظن أن تنينا عطس وبعثرها. لا يوجد تنين في الحديقة. صحيح، وجدتها، ربما جاءت السناجب وقفزت فوق الأوراق ولعبت بها هكذا. نحن نحب اللعب بالأوراق. زيد، أظنني أعرف من الذي بعثر الأوراق. حقا تعرفين من فعل هذا؟ حسنا، أنا واثقة بأنها الريح. ماذا؟ الريح بعثرت كومة الأوراق؟ نعم، فالريح قوية يا زيد. هيا تعال معي وسأشرح لك. حسنا. اسمع، تخيل أن هذه الكرة هي كومة الأوراق. حسنا. انظر، وأنا سأكون الريح القوية. والآن سأبدأ. سأنفخ بقوة أكبر، سأبدأ من جديد. عزيزتي، هل ساعدتني من فضلك؟ حسنا. نجحت. رائع. حسنا، هل رأيت؟ تستطيع الريح تحريك الأشياء كما حركت الأوراق في الحديقة. لم أكن أعرف أن الريح قوية هكذا. بعد الفطور سأتعلم عن الريح في المدرسة. أنا وقت تقرير اليوم. مرحبا، أنا زيد، وسأقدم لكم تقرير اليوم. السؤال هو: هل رأيتم الريح تحرك شيئا؟ السؤال موجه إليكم أيضا. حسنا، لنحصل على الأجوبة. مرحبا ماي. مرحبا زيد. هاي، عندي سؤال، هل رأيت الريح وهي تحرك شيئا؟ نعم، كنت في الحديقة مع ابنة عمي وأخذت منديلا لتنظف أنفها، ثم أطارت الريح منديل عاليا في الهواء. وهل أمسكت به؟ نعم، ثم نظفت أنفها. قصة مسلية، شكرا ماي. عفوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رائع. مرحبا جابر. زيد، رسمت فرسا ناه. نعم، وهو كبير الحجم. نعم، وهو جائع وقد أكلني. هاي جابر، عندي سؤال. تفضل. أخبرني، هل رأيت الريح تحرك شيئا؟ نعم، لقد رأيت الريح تحرك شيئا. حقا، ما هو؟ شعري، هبت الريح وحركت شعري. هذا رائع. نعم، شكرا. شكرا جابر. عفوان. إلى اللقاء. مرحبا جميلة. أهلا. أخبريني، هل رأيت الريح تحرك شيئا؟ نعم، ذات مرة كان أبي يقرأ الجريدة في الحديقة. ثم بعثرت الريح الجريدة في كل الأرجاء. وركضنا نلحق بها. تعالي أيتها الجريدة، سأمسك بك. لا، طارت من جديد. تعالي. شكرا جميلة. والآن نتائج بحثنا. قالت مي إنها شاهدت الريح تحرك المنديل، وشاهدت جميلة الريح تحرك الجريدة. أما جابر فقد شاهد الريح تحرك شعره. هل رأيتم الريح تحرك شيئا؟ حسنا، هذا كل شيء. أنا زيد المراسل الجوال وخبير الرياح. أيها الأطفال، هيا تعالوا. هذه معلمتي سوزي. أنا الريح. أيتها الريح، ماذا حدث؟ لقد هدأت. ستهب الريح من جديد. أيتها الريح. أحسن. هبت الريح داخل الصف. وهبت الريح في حديقتنا،
كنت قد جمعت الأوراق فهبت الريح وبعثرتها في الحديقة. لا، هذا تصرف سيء من الريح. نعم، شكرا مي. عفوا. معلمتي، هل تعرفين ما هي الريح؟ سؤال مهم يا جميلة. عندما يتحرك الهواء حولنا يشكل الريح. ولكن إذا كانت الريح هواء، فهل تستطيع تحريك الأشياء مثل كومة الأوراق؟ إنه سؤال مهم آخر، سوف أحضر بعض الصور للإجابة عنه. إن الريح حالة من حالات الطقس، أحياناً تكون رياحاً لطيفة، وأحياناً تكون ريحاً قوية شديدة تحرك الأشياء. انظروا، هنا تنفخ الريح شراع القارب فتجعله يسير. انظروا هنا، تحرك الريح الماء. ماذا يتشكل عند تحرك الماء؟ الأمواج. أنتم الأمواج. انظروا هنا، هذه كثبان الرمل، تحرك الريح حبات الرمل فتشكل كثباناً وخطوطاً من الرمال. مذهل، تفعل الريح أشياء رائعة. أنت محقة يا مي. أيها العلماء الصغار، اليوم حسناً أيها العلماء، اليوم سنعمل كالريح. رائع. سنحرك الأشياء؟ نوعاً ما يا جميلة. سأملأ هذا الحوض ماء، ثم ستضعون القوارب الورقية في الماء وستنفخون لتوصلوها إلى الجهة الأخرى. مثل الريح نفخت شراع القارب. أنت محق يا جابر. ثم سننفخ في الماء لنشكل الأمواج يا معلمتي. فكرة رائعة يا مي. ونستطيع النفخ في صندوق الرمل وتشكيل كثبان الرمل. أحسنت يا زيد، هذا هو الجزء الثاني من مهمتنا. يجب عليكم أن تنفخوا في الرمال. يمكنكم استخدام هذه المصات. حسناً. أيها العلماء الصغار، ستقلدون اليوم الريح. هيا انطلقوا. هيا. هيا، أنتم علماء ويمكنكم أن تجربوا. لنكتشف معاً كيف تحرك الريح الأشياء وتغيرها. انفخوا على سطح الماء لتشكيل الأمواج. والآن خذوا القوارب الورقية وضعوها في الماء. ها قد هبت الريح كما في البحر. الريح تساعد القوارب على التحرك. والآن الجزء الثاني من مهمتنا، حاولوا صنع كثبان رملية بالنفخ على الرمل بالمصة. ها هي الريح تحرك الرمال يا علماء. رائع، صنعتم جبلا صغيرا من الرمال. ماذا تستطيع الريح أن تفعل أيضا؟ حاولوا العمل معا لتجعلوا الريح أقوى. لقد صنعتم واديا في وسط الرمال. أنتم مثل الريح الحقيقية، تحركون الأشياء وتغيرون أشكالها. والآن ارسموا ملاحظاتكم على دفاتركم. ارسموا كيف قلدتم الريح لصنع الأمواج وتحريك القوارب وصنع كثبان الرمل. أيها العلماء الصغار، أريد أن أرى ما فعلتم عندما قلدتم عمل الريح. جابر، هل أريتنا رسمك؟ نعم بالتأكيد، هذه صورة الماء قبل النفخ عليها، ثم أخذت نفسا ونفخت. انظري ماذا حدث للماء، تشكلت أمواج تشبه أمواج البحر الحقيقية. أحسنت يا جابر. والآن هل تعرفون ما الذي يحدث لأمواج البحر في يوم عاصف؟ تصبح الأمواج كبيرة. أحسنت يا جابر. حسناً، هل أريتنا ما رسمت يا زيد؟ حسناً، عندما نفخت نفخة صغيرة بالمصة لم يتحرك الرمل، ولكن عندما نفخت بقوة صنعت تلاً من الرمل. انظري، هناك خطوط مثل هذه الخطوط هنا. أنت محق، أصبحتم تعرفون كيف تتشكل كثبان الرمل. الريح تصنعها، يجب أن تكون ريحاً قوية. تماماً يا مي، أنا أفتخر بكم أيها العلماء الصغار.
والآن أظن أنه قد حان وقت اللعب في الحديقة. هيا بنا. والآن ستغني. الآن ستسوزي أغنية. هيا أغني. يا لها من ريح قوية. هل تعرفون أن الناس قد استخدموا قوى الرياح منذ زمن بعيد للقيام بأشياء كثيرة؟ نعم. أنا الرياح في السماء رائع. أحببت هذه الأغنية. ما أجمل الريح، ما أجملها. إنها تحرك عنفات الماء وتولد الكهرباء. أنا أفتخر بكم كثيرا أيها العلماء الصغار. والآن حان وقت البيت لنتخيل أن هناك ريحا قوية وستدفعنا إلى خارج الصف. هل أنتم مستعدون؟ نعم. ماذا تعلمت اليوم؟ لقد تعلمت أشياء كثيرة عن الريح. هناك رياح خفيفة وريح قوية تحرك القوارب وتصنع الأمواج وحتى كثبان الرمل. أصبت. أحب الرياح. عندما كنت صغيرة كنت أخرج إلى الحديقة لألعب بدولاب الهواء. كنت أرفعه عاليا فتدفعه الريح ويدور. والآن تساعدني الريح في هوايتي الجديدة، الطيران الشراعي. أضع خوذتي وأمسك بطائرة الشراعية وأنتظر هبوب الريح لتحملني في الجو كالطائر. أحب الطيران. يا له من شعور رائع يا زيد. هذا رائع يا جدتي، طيران شراعي. أنا أحب المغامرات. حقا إن جدتي هي أفضل جدة في العالم كله. الريح. حسناً أمي. ولكن مهلاً، من الذي جمع كل هذه الأوراق؟ أنا. أبي. تعبت البارحة في جمعها لذا أردت مساعدتك. شكراً يا أبي. لا عليك. تعلمت في المدرسة أن الريح تقوم بأعمال كثيرة، تصنع كثبان الرمل والأمواج، وتأكدت أنها هي التي بعثرت الأوراق في الحديقة. تعلمت أشياء كثيرة. نعم. إذن لن نجد تنيناً يعطس قرب الأوراق. لا لن نجده. حسناً، لكنني لست متأكداً. ماذا؟ أغمض عينيك. حسناً، أغمضتهما. بني، لا تنظر. هل وجدت تنيناً يا أبي؟ سنرى الآن. سر. حسناً، توقف الآن. توقف. أعطني يدك. حسناً. افتح عينيك. تنين على طائرة ورقية وهي تطير في الهواء. شكرا لك يا أبي. عفوا يا صغيري. إنها رائعة. أيها التنين، أسمعني صوتك. الريح تحملني عاليا. أيها التنين، إياك أن تعطس قرب الأوراق. لا لن أفعل. كنت أمزح. مرحبا. تعلمت أن الريح تقوم بأعمال كثيرة، تحرك الأمواج وتحرك الأشياء الكبيرة وتحرك المولدات لتولد الكهرباء. تستطيع الريح فعل كل ذلك. ترى ماذا تفعل أيضا. حسنا، وجدتها. إليكم فكرة ذكية مضيئة ولامعة وكبيرة. سأخترع آلة الريح العجيبة تشبه طاحونة ريح كبيرة، لكنها أفضل. تريد طلاء منزلك؟ ثبت فرشاة في نهاية كل شفرة، وعندما تهب الريح ستغمس الفرشاة في وعاء الطلاء. تريد توزيع المثلجات على 100 شخص؟ ثبت مغرفة مثلجات في نهاية كل شفرة، وعندما تهب الريح ستدور المروحة وستغرف المثلجات.
اتسخت الأبنية بلطخات من الطين، لا مشكلة، ثبت قطع الليف وعندما تهب الريح عادت نظيفة. آلة الريح العجيبة مدهشة، كانت هذه فكرة المضيئة والكبيرة. هبت ريحا قوية، احذر يا سيد بطريق، احذر. أنا أدور. نجوت. هاي، عندما تهب الريح يمكنكم مشاهدة الريح تحرك الأشجار أو الطائرات الورقية أو ربما شعركم. أنا سأفعل لأنني زيد فتى العلوم. تذكروا، لا تتوقفوا عن طرح الأسئلة. إلى اللقاء أيها العلماء. هبت الريح. هبت الريح. افحص.